عندنا قدر من الإهمال، ولكن عندنا قدر من الأمل إن إحنا نلحق حصتنا في الفاكسين. والأمل قد نجده عند الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق والمستشار الصحي للسيد رئيس الجمهورية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، ازاي حضرتك؟ أهلا يا فندم، ازاي حضرتك؟ أهلا بيك يا فندم. دكتور، وفي حلقتنا الأولى في حديث القاهرة نريد أن نطمئن المصريين، ماذا عن المصل؟ هنجيب كمية قد إيه؟ منين؟ إمتى؟ وهل معنى وجود المصل إن إحنا خلاص كده هنعدي؟ شوف يا أستاذ خيري، أنا طبعاً تابعت الحديث بتاع حضرتك. إحنا من أول لحظة عندما أعلن إن في بداية أخبار عن بدء إنتاج بعض اللقاحات التي تستخدم في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، والدولة المصرية، الدولة المصرية كلها حتى السيادة الرئيس شخصيا يتابعوا الاتصالات والمفاوضات نحو توفير هذا اللقاح لمصر. اللقاحات التي سوف تنتج تدريجيا في كل دولة، في كل دول العالم، لن تكفي سكان العالم في وقت واحد. فاللقاحات سوف تنتج تدريجيا، وسوف تنتج من شركات متعددة في جميع أنحاء العالم، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، في روسيا، روسيا ودول أخرى أوروبية والصين وكل الدول دي كلها. في الآخر بيبقى في بول من هذه اللقاحات. الحقيقة في مؤسسة عالمية علمية وتنظيمية بتراقب وتدعم يعني توفر هذه اللقاحات، بحيث انها بيبقى عندها دعم مالي من مؤسسات عالميه مثلا زي ميليندا اند جيتس فاونديشن، بحيث تقدر تدي هذه اللقاحات للدول الفقيره مجانا، والدول المتوسطه الدخل باسعار اقل من سعرها التجاري. هايل. طب دكتور محمد، احنا عندنا اتفاق فعلا مع مؤسسه كافي ومؤسسه كوفاكس، اتفاق مكتوب ومدعم من الدولة وموقع به بتوفير كميات من هذه اللقاحات لجمهورية مصر العربية. يا فندم، المعدل الزمني امتى بالضبط ممكن يتوفر بالنسبة لنا؟ لسه ما جاش الكشف بتاع توزيع الشهور اللي هتيجي فيها كميات هذه اللقاحات. فشتك اول ما يجينا الدولة في شفافية كاملة، وسوف تعلن يعني كمية اللقاحات التي وصلت الى جمهورية مصر العربية. وايضا في كل العالم بيتحط طريقة لتوزيع هذه اللقاحات، مين ياخد الأول ومين ياخد الثاني وهكذا. هل لدينا أكثر عرضة للمضاعفات والمشاكل؟ هذه الفئات هيبدأ بيها هذا التطعيم. دكتور عوض، هل لدينا استعداد، مصر مستعدة لتصنيع هذا الفاكسين لما يوصل؟ يعني هل في اتفاقات مع دول ان احنا لدينا امكانيات ان احنا نصنع؟ الفاكسين اللي هيجي هيجي جاهز، لكن هناك استعداد في بعض المؤسسات في مصر انها تبدا تصنع المرحله الاولى تعبئه الفاكسين او اللقاح، والمراحل الاخرى يبقى في استعداد لتصنيع هذه اللقاحات في مصر، واحنا بنجهز مؤسسات في مصر عشان تقوم بهذا. ده بيديك ضمان يا استاذ خيري ان يبقى عندك استعداد، بحيث لو انت احتجت كميات اضافيه من هذا التطعيم او من غيره يبقى في استعداد لانتاج هذه اللقاحات. طب يا ترى يا فندم، احنا حاطين حد اقصى لوصول المصل؟ احنا مش عارفين هو هيوصل امتى، بس على الاقل حاطين الديدلاين اللي امتى اخر فتره بالنسبه لنا نقول ان المصل يكون وصل فيها؟ هل محددين الفئات اللي اكثر اهميه واللي هيكون ليها الاولويه؟ الفئات الاكثر اهميه متحدده عن طريق الدوله، وهي على فكره معروفه عالميا ومتفق عليها عالميا. دكتور عوض، عندي سؤال اخير ان ما كانش عندي زميلتي كريم عوض اي سؤال تاني، وهو احنا ملاحظين ان المرض منتشر ولكن اصبح اقل تأثيره، اقل مما سبق، ومع ذلك بيستوقفنا ان السادة الاطباء اكثر عرضة للموت بالاصابة بكورونا، رغم انهم عارفين طرق العلاج وناس هي احنا بنلجأ لكم. فليه الاطباء الاكثر موتا في الاصابات عدد نسبة مش قليلة، وفي يوم واحد مات 3 اطباء في وقت بنشوف فيه مصابين كتير الحمد لله بيخفوا؟ تمام، سؤال مهم جدا، بشكرك عليه اولا. والحقيقه انا
النهارده الصبح وبقول لحضرتك برضو الحقيقه احنا بنبقى في منتهى الحزن لكل حد بيموت نتيجه لاي مرض او اي وباء. صحيح الاعمار بيد الله، لكن فعلا احنا بنفقد كل يوم مجموعه من الزملاء الاطباء. حضرتك سالت ليه؟ لان انت حاطط الطبيب في وسط الميدان بيتعرض، يعني العيان او المصاب قد يصاب من عيان واحد، والعيان الواحد قد يصيب اثنين ثلاثه، لكن انت بتحط الدكتور جوه مستشفى كلها كورونا او جوه قاعات كلها كورونا، فدي بنسميها الفيرال لود، يعني كميه الفيروسات التي يتعرض عليها لها في وقت واحد وبصفه تكراريه كبيره جدا. يعني حضرتك مثلا احنا كنا العيان الدكتور كان بيقعد في العزل مستشفى العزل 14 يوم، 14 يوم طول النهار وطول الليل على مدار اليوم بيتعامل مع حالات، والمستشفى اللي فيها الحالات المعديه كلها مليانه فيروسات. فاذا وهو ده معروف طبيا وعلميا، لما تعرض الواحد ل يعني كميات متكرره من الفيروسات او من الجراثيم، بدون شك في بعضهم هيبقى اكثر عرضه للاصابه واكثر عرضه للمضاعفات. طبعا، ودي مخاطر طبعا بنحيي عليها الجيش الابيض ان هو واقف في الصفوف الاماميه في مواجهه كورونا، وبنتمنى ليهم دايما السلامه. احنا مشكورك جدا الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهوريه، المستشار الصحي للسيد رئيس الجمهوريه، شكرا جزيلا على كل المعلومات اللي اديتها لنا، واحنا في انتظار وصول الفاكسين، يعني اكيد هيوصل لنا الخبر وهنزعه لكم هنا في حديث القاهره. و